بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله طلبتنا الأفاضل الأعزاء وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة الطبية من قبل الدكتور الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 6 اللي هي Hemoglobin and Iron Metabolism Part 1 Hemoglobin and Iron Metabolism. المحاضرة السابقة أخذنا الأرثروبوليسيز وطرقنا الأرثروبوليسيز كيفية صناعة كريات الدم الحمراء. الآن نتكلم عن الهيموغلوبين والآيرون ميتابوليزم. الهيموغلوبين is the iron containing coloring matter. هي عبارة عن جزيئة حديد تحتوي على مواد أو مادة ملونة of the red blood cell لكريات الدم الحمراء. لذلك تضغي لذلك كريات الدم الحمراء تضغي عليها اللون الأحمر بسبب وجود صبغة الهيموغلوبين. صبغة الهيموغلوبين هي عبارة عن حديد كما ذكرنا الآن. Function of the hemoglobin is to carry the respiratory gases, oxygen, carbon dioxide. إذن وظيفته هي نقل الغازات التنفسية اللي هي الأكسجين والغاز ثاني أكسيد الكربون. It also act as buffer. أيضا تعمل في كعملية يعني accept the hydrogen ion. تساعد في عملية التوازن الحامضي والقاعدي. وأيضا the molecular weight of the hemoglobin is about 68,000. Normal hemoglobin content, average hemoglobin content in the blood is 14 to 16 gram per deciliter. إذن القيمة الطبيعية أو الاعتيادية الموجودة في جسم الإنسان في الدم معدل 14 إلى 16 غرام per deciliter. However, the value varies depending upon the age and sex of the individual. لذلك هذه القيمة تعتمد على الجنس وتعتمد على العمر للشخص. Age at birth في لحظة الولادة الهيموغلوبين content normal طبعا 25 غرام per deciliter. After 3rd month بعد 3 أشهر من الولادة راح يصبح 20 غرام per deciliter. وبعد سنة يصبح 17 غرام per deciliter. وبعد أو من فترة مرحلة المراهقة أو النضوج onwards وإلى يعني بقية العمر هي 14 إلى 16 غرام per deciliter. At the time of birth في لحظة أو وقت الولادة hemoglobin content is very high. جدا نسبة الهيموغلوبين عالية بسبب because of increased number of the red blood cells بسبب زيادة في عدد كريات الدم الحمراء. أما للسكس الجنس فهو الأدلت ميل في الرجال 15 غرام per deciliter والأدلت فيميل النساء يعني الرجل البالغ والنساء البالغات تقريبا حوالي 14.5 غرام per deciliter. Function of the hemoglobin as we mentioned transport of respiratory gases. Main function of the hemoglobin is the transport of respiratory gases as we mentioned. Oxygen from lungs to tissue. نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة ومن الأنسجة إلى الخلايا في الجسم. ونقل الكربون دايوكسيد من الأنسجة إلى الرئتين بالعكس يعني. The transport of oxygen. When oxygen binds with hemoglobin, a physical process called oxygenation occurs. عملية الأكسجينيشن يعني نسميها عملية الأكسجة هي resulting in the formation of the oxyhemoglobin. يعني إذا هو شنو عبارة عن هيموغلوبين يحتوي على ذرة أكسجين. The iron remains in ferrous state in this compound. يقول يبقى الحديد بهيئة الفيروس state اللي هي نسميها احنا Fe+2. And oxyhemoglobin is unstable compound. يعتبر هسه هذا الأكسيهيموغلوبين المرتبط ذرة الأكسجين مع الهيموغلوبين أصبح المركب أصبح غير مستقر. And the combination is reversible. وهذا الكومبينيشن ممكن يعني يرجع إلى وضعه السابق. زين when more oxygen is available كل ما كان متوفر
الاكسجين افيلبل ات كومباينز وذ هيموجلوبين. كل ما يتوفر اكسجين كل ما راح يتوفر راح يرتبط بصبغه الهيموجلوبين الموجوده على كريات الدم الحمراء. And whenever oxygen is required, hemoglobin can release oxygen readily. يقول بأي مكان الخلايا بحاجة إلى الأكسجين راح الهيموغلوبين يحرر هذه الأكسجين إلى المكان اللي تحتاجه الخلية. When oxygen is released from the oxyhemoglobin, it's called reduced hemoglobin. لما هذا الأكسجين أول مرة يعني حملته صبغة الهيموغلوبين، بعدين من راح يروح بالمكان المناسب من الخلايا اللي تحتاج الخليه الاكسجين، فهو اول مره يسميه احنا اوكسي هيموجلوبين. من ينطرح هذا الاكسجين من الهيموجلوبين راح نسميه ريدوس هيموجلوبين او نسميه فيرو هيموجلوبين. هسه عندنا هاي هنا الاكسجين اند هيموجلوبين، هذا الاكسجين ذرات الاكسجين القادمه من الرئه، هنا هذه كريات الدم الحمراء وهذه مكانات لصبغه الهيموجلوبين. زين هاي شوفوا الهيموجلوبين مولكيول، هنا الاكسجين from pulmonary alveolus من الرئه، زين حوالي الصلات الرئويه. الاكسجين bounded to hemoglobin، هنا الاكسجين من اجى توزع على جزيئات الهيموجلوبين المنتشره على سطح كريات الدم الحمراء. بعدين هنا الاكسجين released to the cells، هنا تحرر هذا الاكسجين او يعني انطرح الى المكان اللي تحتاجه الخليه. Number two, transport of carbon dioxide. When carbon dioxide binds with hemoglobin, لما يرتبط أكسيد الكربون بالهيموجلوبين نسميه carb hemoglobin is formed. And it is also an unstable compound. أيضا هو مركب غير مستقر. And the combination is reversible. وأيضا هذا ممكن يعني هذا الارتباط ممكن يرجع يعني ينحل ويرجع إلى وضعه الطبيعي. That is to say the carbon dioxide can be released from this compound. يعني ممكن يتحرر ثاني أكسيد الكربون، والأفينيتي الانجذاب والألفة of hemoglobin صبغة الهيموجلوبين for carbon dioxide إلى ثاني أكسيد الكربون هي 20 مرة أكثر من الأكسجين، يعني 20 times more than that for oxygen. لأن الانجذاب والكفاءة الأفينيتي مالت الهيموجلوبين للارتباط مع الأكسجين 20 مرة أكثر من الارتباط مع العفو مع الارتباط مع ثاني أكسيد الكربون، الانجذاب والكفاءة الارتباط مع ثاني أكسيد الكربون 20 مرة أكثر من الارتباط بالأكسجين. فسها عندنا هذا، عندنا red blood cells، هذا عندنا الكابيلاري الأوعية الدموية الشعرية. زين هذا interstitial fluid، هنا هاي الخلية تحتاج. هنا أنا يقول هذا يعني ثاني أكسيد الكربون هاي من طرح الخلية، احنا قلنا الأكسجين تاخذ الخلية وثاني أكسيد الكربون لطرح الخلية، فمن ينطرح هنا أما ينطرح على شكل أكسجين فري اللي هو 7% أو يرتبط مع الهيموغلوبين، هنا ارتبط مع الهيموغلوبين زين، أو اللي هو هنا كونه 23%، أو تحول CO ترتبط مع الماء تحول إلى شنو، إلى H2CO3 حامل كربونيك، بعدين تسوشيت إما إلى بايكربونات وهيدروجين. البايكربونات هذا يقول هنا ينتقل كشكل بايكربونات، هاي حوالي 70%. والبايكربونات من H2CO3 اللي حامل الكربونيك من يعني تحلل الى الكبايكربونات والهيدروجين ايون. هيدروجين ايون اللي هو شنو هذا قلنا ايضا راح يتحد مع الهيموجلوبين، نسميه هذا يسمونه البفر اكشن، يعني تستطيع تتقبل جزيئه الهيدروجين. هذا البفر اكشن هيموجلوبين act as a buffer and plays an important role in acid base balance. Structure of the hemoglobin. ال structure of the hemoglobin هاي نان شباب بعد صورة عامة شفت صورة سريعة ناخذ عنها. هاي كرية الدم الحمراء بها الجزيئة الهيموجلوبين. شنو هاي الهيموجلوبين؟ الهيموجلوبين عبارة عن أكون أنا helical shape of polypeptide molecule polypeptide chain اللي هي 2 alpha chain and 2 beta chain. كل chain بها جزيئة هيم والهيم تحتوي على ذرة iron. تلاحظون أربعة زين هاي الستركتشر. الهيموجلوبين is a conjugated protein، بروتين مترافق. It consists of a protein combined with an iron containing pigment. إذن هو يقول يحتوي على أو يتألف من بروتين يرتبط مع جزيئة حديد حاوية على الصبغة. البروتين part is globin من اسمه هيموجلوبين. هيم
صبغة الهيم والجلوبين اللي هو البروتين. And the iron containing pigment is heme. والحديد اللي يحتوي على الصبغة نسميه شنو؟ نسميه الجزء الهيم. الهيم also forms a part of the structure of myoglobin اللي هو oxygen binding pigment in the muscles. لأن الصبغة المرتبطة بالأكسجين الموجودة وين بالعضلة يسموها مايوغلوبين مو هيموغلوبين. وأيضا النيوروغلوبين اللي هو الأكسجين binding pigment in the brain في الدماغ. الأيرون normally it is present in the ferrous state and it is in unstable or loose form. In some abnormal conditions the iron is converted in the ferric state which is a stable form. فإذا ال Fe plus 2 هذا اللي هو نسميه ferrous in a state أو ferrous form هذا هو موجود بالطبيعة ولكنه غير مستقر، يعني بأي لحظة ممكن يتحول إلى Fe plus 3 اللي هو يكون حالته مستقرة أكثر. البورفيرين the pigment part of heme الجزء يقول الصبغة الموجودة بالهيم من الهيم نسميها بورفيرين. It is formed by four pyrrole rings أربع حلقات زين من البيرول called 1, 2, 3, and 4. The pyrrole rings are attached to one another ترتبط مع بعضها البعض by methane bridges زين خلال جسور ميثانية CH4. The iron is attached to the end of each pyrrole ring and end of a globin molecule زين. وهذا عندنا الجزيئة هذه اللي هي قلنا ترتبط مع بعضها البعض اللي حكينا عنها الآن اللي هي البورفيرين. وهاي هنا الجسر نسميه عندنا الميثين بريدج ميثان بريدج اللي هو CH4. وأعتقد هذا نفس هذا الرسم ولكن شنو هنا يعني بطريقة وضحها أكثر. هنا الكربون وضح جزيئات الكربون. الجلوبين globin contains four polypeptide chains. هاي four polypeptide chain زين سلسلة من البوليبيبتايد أربعة. Among the four polypeptide chain two are قلنا اثنين ألفا واثنين بيتا. And the polypeptide chain ألفا chain the molecular weight 15,126 with amino acids 141. بيتا تشين 15,866 والأمينو أسيد 146. هسه الهيموغلوبين ستراكشر هذا قلنا احنا 2 ألفا تشين 2 بيتا تشين. هذا الفيريك ايرون اربع جزيئات من الهيم وبنصها ذرة هيدروج ذرة ايرون زين. هاي بروتو بورفيرين رينج كانت تسميها بروتو بورفيرين رينج. وهاي هنا هذا الهيموغلوبين نورمال ستراكشر اللي هو 2 ألفا و2 بيتا. ال types of the normal hemoglobin. الهيموغلوبين A1 الليفل مال 12:1. هاي طبعا هاي جداول نزلت لكم اياها للاطلاع للاستفاده وللتوضيح حتى توضح لكم الصوره. هيموغلوبين A1 موجود نسبه 12:1 الى 16:3 جرام بير ديسليتر 90% من التوتال هيموغلوبين A1 نسميه adult هيموغلوبين. والانديكيشن مالته يعني low level indicate anemia or blood loss زين. إذا كان يعني نسبته أقل من هاي ومعناها أما فقر دم أو فقدان بالدم صاير. هيموغلوبين A2 هذا 1.5 إلى 3.5% of total hemoglobin. High levels may indicate thalassemia. ارتفاع بمستوى عالي معناها ممكن تعني أنه أدى ثلاسيميا. الهيموغلوبين F 50% بالنيونيت موجود 0% to 1% من 0 إلى 1% total hemoglobin in the adult. فالفيتال هيموغلوبين أكثر شيء 15% هو يعتبر من شنو من سوى موجود من هيموغلوبين، ولكن 0 إلى 1% total hemoglobin in adults كوننا normally high in newness أكثر شيء عالي بالأطفال يعني الحديثي الولادة. long term elevation may indicate thalassemia. الارتفاع في هذه النسبة زين الهيموغلوبين F معناها اكو عنده فقر دم نسميه ثلاسيميا البحر المتوسط. هيموغلوبين S present is abnormal indicative of sickle cell anemia
فقر الدم المنجي. وبالبلازما 5 ملي جرام بير ديسيليتر هاي ليفل انديكيت هيموليتيك انيميا. هيموجلوبين اوف تو تايبس. هيموجلوبين قلنا احنا ادلت هاي سمطي مختصر مفيد مطي الادلت ومطي الفيتال. الادلت هيموجلوبين اللي هو هيموجلوبين اي نرمز له، وفيتال هيموجلوبين هيموجلوبين اف نرمز له. ريبليسمنت اوف فيتال هيموجلوبين باي ادلت هيموجلوبين يعني استبدال الهيموجلوبين الجنيني بالهيموجلوبين الشخص البالغ starts immediately after birth بعد الولادة مباشرة، وشوك تكمل at about 10 to 12 week after birth تكتمل بعد 10 إلى 12 أسبوع بعد الولادة. زين 10 إلى 12 أسبوع يعني تقريبا 3 أشهر. Both the types of hemoglobin differ from each other structurally and functionally. زين نقول تختلف من واحد للآخر. ال structural difference in adult hemoglobin the globin contains 2 alpha and 2 beta chain يعني 2 alpha chain و 2 beta chain هاي بالنسبة بالأدلت الشخص البالغ ونسميه عندنا هيموجلوبين أي. الفيتال هيموجلوبين أو في هيموجلوبين F ألف تو ألفا chain and 2 gamma 2 alpha chain and 2 gamma chain instead of beta chain. يعني هاي الجاما الألفا نفسها ولكن استبدال البيتا بالجاما chain هاي وين بالفيتال هيموجلوبين. الفانكشنال ديفرنس ان الاختلاف الوظيفي هذا الاختلاف قلنا شنو التركيبي. الاختلاف الوظيفي الفيتال هيموجلوبين has more affinity for oxygen than that of the adult hemoglobin له قابلية على الانجذاب نحو الاكسجين او يجذب الاكسجين اكثر من الهيموجلوبين في الشخص البالغ. and the oxygen hemoglobin dissociation curve of fetal blood is shifted to the left. أشوف هنا تزداد الأفينيتي للأكسجين هذا left side يعني هو هذا يقول shifted to the left يسمونه oxygen hemoglobin dissociation curve. هاي هنا شو تصير هاي الحالة عندنا left shift يصير لما تكريس بال PCO2 يعني الضغط الجزئي للثاني أكسيد الكربون من يقل زين راح أيضا راح يسبب لنا إنه للليفت شيفت ونقص أيضا أو ديكريز بالهيدروجين كونستريشن ديكريز بالتو ثري دايفوسفوغليسرايد وديكريز بالتمبرشر وبالهيموغلوبين F. الرايت شيفت إنه ديكريز أفينيتي للأكسجين تقل الأفينيتي هاي تزداد الأفينيتي الجاذبة نحو الأكسجين تقل الأفينيتي إذا صار شيفت للرايت اللي شوكة تزداد حالة زيادة بالبي سي أو تو مو نقيصة نا نقيصة نا زيادة الزيادة بالتركيز الهيدروجين أيون والبي اتش ديكريز وإنكريز بالتو ثري داي فوسفوغليسرايد وزيادة بالتمبرتشر. التايب اوف هيموغلوبين يعني أنا قلنا هذا الأدلت ألفا تو بيتا تو وأكثر شيء بالأدلت الألفا تو جاما تو الهيموغلوبين أي اللي هو الهيموغلوبين عفوا هيموغلوبين A2 ألفا 2 ودلتا 2 كمية قليلة جدا موجودة بالجسم الشخص البالغ. الاف عندنا جاما 2 ألفا 2 جاما 2 بالفيتال لاي وهنا الهيموغلوبين بورتلاند سيجما ودلتا 2 سيجما 2 دلتا 2 بمليون الكلاف. طبعا احنا مو بضركم تعرفون او تحفظون وانما للاطلاع جاور 1 جاور 2 كل واحد شنو الإشارة مالته يعني العلامة مالته أو الميزة مالته زين التشين الموجودة وين موجود بالضبط. والهيموجلوبين بارس عندنا جاما 4 اللي هو فيتال لايف موجود increase in the thalassemia. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.